أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. واقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال: يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته:
بكرامته أكرمي مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنا وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراه
ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا
أمرني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم
رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرج من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. أرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله،
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلت
أضلته بالدنيا عن الدين. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد، والحقنا بكل بر سعيد، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا محمدا عنا معرضا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، وأسقنا بكاسه مشروبا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا، يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي أبنائنا وفي أوقاتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا وفي محيانا ومماتنا، وتقبل صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. إلهنا نحن الفقراء إليك، الأسرى بين يديك، إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا ولبابك قرعنا، ومن فضلك سألنا ومن عذابك استجرنا. فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وأقر في الآخرة بالنظر إليك عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم يا عالم الخفيات ويا دافع البليات ويا كاشف الكربات ويا مجيب الدعوات، أعتق رقابنا ووالدينا ووالديهم وأبنائنا وأزواجنا وأقاربنا من النار وما فيها من النفحات، وارفع لنا بصيام شهر رمضان الدرجات، وانفعنا بما صرفت في كتابك من الآيات، وكفر بتلاوته عنا السيئات، وضاعف لنا الحسنات. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا قوي يا عزيز، نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تنصر الإسلام والمسلمين، نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجمع كلمتهم على الحق، وثبتهم على الاستقامة حتى يلقوك وأنت عنهم راضي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن المسلمين في أغلب بقاع الأرض قد أذلوا واستهينوا وقتلوا
وشردوا وتمكن أعداؤك وأعداؤهم منا بخيراتهم وسلب ممتلكاتهم واحتلال أوطانهم واستباحة أعراضهم ظلما وجورا وعدوانا. فاجعل اللهم ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم ومحقا لسيئاتهم ومضاعفة لأجورهم ورفعة لدرجاتهم. ونسألك اللهم بقوتك التي لا تقهر وقدرتك التي لا ترد ومشيئتك النافذة وإرادتك التامة وعزك الذي لا يضام يا من قهر الجبابرة وأذل الطغاة وقصم المتكبرين أن تعيد للمسلمين في كل مكان قوتهم وعزهم ومنعتهم وأن تمكن لهم في الأرض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وفقرهم غنى وفرقتهم جمعا ومرضهم صحة وضعفهم قوة وهزيمتهم نصرا. اللهم اغفر ذنوب المسلمين والمسلمات وفرج همومهم ونفس كروبهم واكشف همومهم واقض ديونهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واستخرج حقوقهم وعلم جاهلهم ودل حائرهم واجبر كسيرهم وفك أسيرهم واهد ضالهم وارحم موتاهم وانصر المجاهدين منهم وأصلح ناشئتهم وشبابهم وأصلح ناشئتهم وشبابهم واصرف عنهم كل سوء ومكروه ولا تسلط عليهم بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم ولا تجعل مصيبتهم في دينهم وأكفهم بحلالك عن الحرام وأغنهم بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحابته وتابعيه إلى يوم الدين. اللهم طهر مجتمعات المسلمين وبيوتهم من كافة أنواع الذنوب والمعاصي وأسبابها ونقها عما لا يرضيك واجعلها عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من اندس في صفوف المسلمين أو كان منهم وهو غاش لهم وغير مأمون على عقائدهم وعقائد أبنائهم وأخلاقهم وأخلاق أبنائهم
إليهم فاقسم اللهم ظهره واكشف سريرته وشدد شمله وأشغله عنهم بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحابته وأتباعه. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إلهنا إلهنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وأعنا يا مولانا على ما أعنتهم عليه وهون علينا سكرات الموت وما لديه. اللهم هون علينا كرب السياق وارزقنا اللهم حسن الخاتمة ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا كريم يا كريم. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. إلهنا إلهنا زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون بالإساءة معترفون بالخطأ والتقصير نرجو عظيم عفوك نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون وقد تعرضنا لعفوك ورحمتك فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عبيدك أهل المعاصي والإصرار أتوك يرجون العفو عن الذنوب والأوزار وقد عثرنا فأقل عثرتنا من النار.
اللهم يا عالم الخفيات ويا دافع البليات ويا كاشف الكربات ويا مجيب الدعوات، نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا والمسلمين ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. اللهم أيقظ قلوبنا من رقدات الآمال، اللهم أيقظ قلوبنا من رقدات الآمال، وذكرنا قرب الرحيل ودنو الآجال، وثبت قلوبنا على الإيمان، ووفقنا لصالح الأعمال، وآمنا يوم القيام الأكبر وما فيه من الرجف والزلزال، وأعطنا صحائفنا باليمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، دمر اليهود والمشركين والكفرة والملحدين والطغاة والمفسدين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، دمر اليهود والمشركين والكفرة والملحدين والطغاة والمفسدين ومن على شاكلتهم يا أرحم الراحمين. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم ارفع عنهم يدك واشتد عليهم وطأتك، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وخلص ديار المسلمين من قبضتهم، وأورث المسلمين ديارهم وأموالهم بقدرتك وقوتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لشرورهم في المسلمين وأبنائهم منفذا، اللهم لا تجعل لشرورهم في المسلمين وأبنائهم منفذا، واحفظ ناشئة المسلمين عما يكيدونه لهم ويخططونه لتدمير عقائدهم وزعزعة إيمانهم وفساد أخلاقهم. اللهم اعكس مرادهم عليهم، واجعل ناشئة المسلمين حربا عليهم. اللهم يا حي يا قيوم، خلص المسجد الأقصى من قبضة اليهود الغاصبين، وطهره من أدناسهم، وأعده إلى أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم إن شهر رمضان، اللهم إن شهر رمضان قد تصرمت أيامه وانقضت لياليه، وقد آذن بالرحيل، فتقبل يسير ما قدمناه من الصيام والقيام، واغفر لنا جميع ما اقترفنا من الذنوب والآثام،
وخلصنا من مظالم الأنام، واجعله شاهدا لنا لا علينا يوم لا يرجى فيه سواك يا علام. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم تفضل علينا بالقبول والإجابة، وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة، واجعلنا ممن رجع إليك فأكرمت مآبه، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعذنا من نيرانك. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من جمعها وطبعها وحضرها وأمن عليها، وعلى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.